السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باقي واحد ثلاثه البارسمات هنا في بوجره. اما صراحه الله شي حاجه في المستوى المره مزيان. هنا باقي في 5 ايطاج. الثمن مناسب 50، كاين تعدو 50 تعدو 50، وكاين مفاهمه في الثمن. طلعوا 5 ايطاج، كاين حتى 6 في الطبق السادس، ماشي من السطح. موقع ممتاز، عمارة ممتازة، بني جديد، شي حاجة في المستوى والفينيسيون كذلك. زعما صراحة الله ماشي كنشكركم، اجي شوفوا يدكم، شوفوا معايا الفيديو حتى الاخر. اللي ما مشاركش يشترك في القناة باش يوصلو كل جديد. مرحبا بكم في اجونس ايموبيلي ريسبيك، معكم ياسين هولندي. عند الدخلة كنجبرو الصالون، هانتوما الصالون، ديزاين كامل جديد، إطلالة على الشارع. هادي عندها جوج الواجهات، سبارات ليا قوتها، بلافون شي حاجة من السوا. هنا كاين دوتشا، بيت الأولاني بالبالكون على الشارع. هاخويا هنا واحد البلاكا مطاع ديالو، هانتوما كوزينة مجهزة كلشي ديالها، مطاع النبيرة، مطاع لافاتورا، شي حاجة في المستوى. هانتوما باقيين فيهم ثمن مناسب، كاين 50 59 59، وكاين مفاهمة تيترين حفري. هذا بيستاهل المساحة ديالها 70 حتى 70 متر، تيترين حفري، ودير بيوت كبارين تستعين صالة كبيرة. كوزينة كذلك، هانتوما شي حاجة في المستوى. اتمنى يعجبكم الفيديو، اللي ما مشاركش يشارك، دير لي متابعة لصفحة الفيسبوك ويدخل على القناة. ومرحبا بك اجونس ايموبيلي ريسبيك، معك ياسين هولندي.